وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستديو السيد عبد الله عبد العزيز العمري، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. سيد عبد الله، حدثني أكثر عن هذه المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. مسابقة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الإنترنت، والتي يعني تختصر تحت مسمى القارئ العالمي، كما هو من مسماها يظهر أنها مسابقة متعلقة بتلاوة القرآن الكريم. وهذه المسابقة تنظم عن طريق شبكة الإنترنت، والهدف منها هو تتويج قارئ عالمي على مستوى العالم في مجال تلاوة القرآن الكريم. فهي لا تقوم على الطريقة التقليدية، وإنما تقوم على طريقة إلكترونية بحتة، ولذلك هي مسابقة رائدة من بين المسابقات الدولية المتخصصة في القرآن الكريم. طيب، يعني كما ذكرت لي أن هذه المسابقة يعني هي النسخة الثالثة منها، هذا هو العام الثالث على التوالي. الدورة الثالثة. الدورة الثالثة. يعني ما هي الاستعدادات لهذه المسابقة؟ نعم، إحنا يعني المسابقة هذه تقام كل عامين، ويرجع السبب في ذلك إلى يعني الفترة اللازمة من أجل تنظيم مثل هذه المسابقة والتواصل مع الجهات المعنية ومع المندوبين ومع المتسابقين تأخذ شيء من الوقت، وكذلك تنظيم المسابقة يمتد لأكثر من 7 أشهر، ولذلك فيها مسابقة طويلة نوعا ما، حيث أن التصفية تتم على أعداد كبيرة من المتسابقين. في الدورة الثانية كان عدد المتسابقين أكثر من 7000 متسابق من 91 دولة، وبالتالي تنظيم مثل هذه المسابقة عن طريق الإنترنت ونقل المتسابقين عبر 5 مراحل تطلب وقت طويل. نحن بدأنا استعدادات لهذه المسابقة مبكرا. يفترض أن نطلق هذه المسابقة في الأول من سبتمبر، غدا سيكون إن شاء الله المؤتمر الصحفي. الحفل الختامي سيكون في أبريل من العام القادم. وخلال هذه الفترة الزمنية الطويلة يتنافس المتسابقون ويتم فرزهم عبر 5 مراحل، يقلون في كل مرحلة وتشدد فيها يعني آليات التقييم من قبل المحكمين. طيب، حدثني أكثر عن الشروط للاشتراك في هذه المسابقة. لا شروط. نعم، لا شروط، فقط الفئة العمرية، أن المتسابق ما يزيد عمره عن 40 سنة، وكذلك لا يزيد عمره عن 17 سنة في فرع القارئ الصغير، لأن عندنا 3 فروع للمسابقة: القارئ المجود والقارئ المرتل والقارئ الصغير، وما عدا ذلك لا شروط. نعم، هي مفتوحة لجميع المسلمين في جميع أرجاء الكرة الأرضية. بالضبط. نعم. طيب، ما هو المبتغى من إقامة هذه المسابقة؟ طبعا كأي مسابقة وكأي نشاط قرآني ومبادرة قرآنية، يكون الهدف منها أولا هو إظهار الاهتمام بكتاب الله عز وجل وخدمة كتاب الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو بالنسبة لنا الدستور يعني الأول للمسلمين. الهدف الثاني هو إبراز جهود مملكة البحرين في العناية بالقرآن الكريم، وكذلك إبراز جهود البحرين في العناية بالتحول الإلكتروني للحكومة الإلكترونية، وهذه جزء من الخدمات التي تقدم للجمهور وجزء من البرامج والمبادرات التي تتبناها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ولذلك يعني تتكامل فيها الجهود بين من يريد خدمة القرآن الكريم ومن يريد توظيف التكنولوجيا من أجل خدمة المجتمع، وهذا الذي حصل بالفعل. طيب، هل هناك أي توقعات لهذه الدورة؟ نتوقع إقبال أكبر من المتسابقين إن شاء الله عز وجل، نتوقع أن يزيد عدد المتسابقين من مختلف دول العالم، يزيد عدد الدول، ونتوقع أن يزيد عدد المؤسسات القرآنية المشاركة في هذه الدورة، نتوقع أن نرى أصوات جديدة، متسابقين لم يسبق للجمهور التعرف عليهم، حيث أن هذه المسابقة تكشف عن يعني عن قراء كثر يعني لم يتح لهم يعني المجال من أجل أن يبرزوا في وسائل الإعلام المختلفة. نعم، السيد عبد الله عبد العزيز العمري، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.